سجل عدد الخاضعين للعلاج من فيروس كورونا رقما قياسيا في 14 دولة أوروبية هذا الأسبوع، تزامنا مع موجة التفشي الثانية التي كافحتها الحكومات بتشديد إجراءات الإغلاق. ما دفع المعترضين إلى الاشتباك مع الشرطة في مدن عدة. يأتي هذا فيما تواصل القارة العجوز تشديد الإجراءات المفروضة على أرضها في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا واحتواء موجته الثانية، حيث سجلت القارة الأوروبية إصابات جديدة في آخر 24 ساعة وصلت إلى 235 ألف حالة. مشاهدينا الكرام، كالعادة دعونا نتابع آخر تطورات الفيروس عالميا من خلال الخريطة التي أعدتها الجزيرة مباشر باللغة العربية. فقد ارتفعت أعداد المصابين بشكل عام الإجمالي تخطى 46 مليون إصابة حتى هذه اللحظة. المصابون من هذا العدد اقترب من 12 مليون مصاب، والوفيات زادت على 1,204,000، فيما كان عدد المتعافين وصل إلى 33,656,000. لقراءة أوسع وأشمل لهذه الخريطة وللأرقام، دعوني أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور ياسر الديب، استشاري الأمراض المعدية، رئيس قسم مكافحة العدوى بمستشفى الخور في قطر. أهلا بك معنا دكتور. أهلا حضرتك. نعم، قبل فترة كنا نتحدث أنه هل يوجد موجة ثانية من كورونا أم لا؟ على ما يبدو أننا دخلنا بالفعل في الموجة الثانية من كورونا من التفشي دكتور، هل هذا صحيح؟ صحيح. يعني وبالذات في أوروبا دلوقتي. أوروبا بتقفز، دول أوروبية مثلا فرنسا قفزت من المركز العاشر للمركز الخامس أو السادس، فيعني ابتدوا يقفزوا إلى بأرقام تتراوح بين 20 إلى 30 وأوقات في فرنسا 50,000 في يوم واحد ف بتختلف طبعا بلد لبلد، بس أوروبا دلوقتي هي اللي فيها نص الإصابات، يعني في اليوم بنعمل 400,000 أو 400 وحاجة، منهم نصهم في أوروبا وحدها. أنا عايز أقرأ مع حضرتك الدول. نعم. سريعا، الولايات المتحدة ما زالت في المرتبة الأولى بأكثر من 9 مليون حالة إصابة، المصابون الفعليون أكثر من 3 ملايين بقليل. تأتي الهند مقتربة من الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 8 ملايين، لكن عدد الإصابات هو نصف المليون فقط لغيل. البرازيل أكثر 5,500,000، روسيا 1,600,000، فرنسا والتي تزداد فيها الأعداد بشكل كبير وعلى ما يبدو أنها يعني دخلت بالفعل في حالة شبه إغلاق تام، ب1,413,000. عدد الوفيات اقترب من 100,000. إسبانيا تليها إسبانيا والتي حدثت فيها بعض الإجراءات المشددة أيضا ب1,264,000. أنا أعلم أنك لديك قراءات مختلفة دكتور لهذه الأرقام، فأرجو أن تطلعنا عليها. أول حاجة بالنسبة لنسب الزيادة في كل العالم النسبة 1% ومعظم الدول في هذا المدى، فقط أوروبا اللي بتطلع بتعمل كل يوم كل بلد 2.5-3% زيادة، ففي زيادة. لكن في حاجة جديدة لاحظتها من يعني قراءاتي وملاحظاتي، وهو أن الوفيات مش زي الضربة الأولى. أوروبا استعدت. يعني الوفيات ازاي؟ كان المعدل في معظم الدول وبالذات إيطاليا وإنجلترا وفرنسا الوفيات في حدود 10%، دلوقتي نزلوا التوتال بتاع الضربتين مع بعض 4%، معناته الضربة الثانية كمان أقل، لأن أنت العشرة بتوع اللي فاتوا جمعناهم مع الجداد. إذن المرة دي صح في زيادات جامدة، لكن استعداد الدول الأوروبية أفضل، السقف مش مضروب. عن تفضل. أنا لدي سؤال في هذه النقطة، فكرة تراجع أعداد الوفيات على الرغم من ازدياد أعداد المصابين، سأعود إليه، لكن دعني أخذك مع السادة المشاهدين في إطلالة على أوروبا سريعة. مشاهدينا الكرام،
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إغلاق كل البلاد اعتبارا من يوم الخميس المقبل في إطار الجهود للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأوضح جونسون أن الإغلاق سيستمر حتى 2 ديسمبر المقبل وأن المدارس والجامعات ستبقى مفتوحة. وأضاف أن البرلمان سيناقش إجراءات الإغلاق ويصوت عليها الأربعاء القادم. Thursday until the start of December. من الخميس حتى بداية ديسمبر عليكم التزام البيوت إلا لأسباب التعليم والعمل وممارسة الرياضة وللأغراض الطبية. المطاعم والحانات يجب أن تغلق باستثناء خدمة التوصيل، وأماكن العمل تظل مفتوحة لمن لا يستطيعون العمل من منازلهم. وعلى الوقوف على آخر أخبار فيما يخص كورونا في لندن أو في بريطانيا، انضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من لندن زميلي إسلام البغدادي مراسل الجزيرة مباشر. أحييك إسلام، وأرجو أن تلخص لنا المشهد في إنجلترا فيما يخص انتشار أو الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا. تحياتي إليك أحمد والمشاهدين الكرام. بالطبع منذ أسابيع والحكومة تحاول عبر الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي كورونا في شوارع بريطانيا من عدم الإغلاق التام، حتى وصل الأمر إلى كتابات خطية من قبل أعضاء في الحكومة البريطانية بعدم اللجوء إلى الإغلاق التام والالتزام بالتدابير الصحية المتخذة من قبل الحكومة ووزارة الصحة للحفاظ على المسار الاقتصادي للبلاد، خصوصا أننا نحن هناك تضخم كبير في بريطانيا نتيجة الإغلاق في المرة الأولى. ولكن وبعد تجاوز الإصابات حاجز 1 مليون إصابة وتكدس المستشفيات ووصول تقارير إلى الحكومة البريطانية بأن هناك الإصابات وصلت إلى الذروة في المستشفيات في المملكة المتحدة، الحكومة أرادت أن تتخذ قرارا سريعا بشأنه الحفاظ على الجهاز الصحي وعدم العودة مرة أخرى إلى النقطة في المربع الأول عندما كنا في إبريل وارتفاع عدد الوفيات. ربما ذكر ضيفك نقطة مهمة جدا، أن أعداد الإصابات تجاوزت أضعاف الموجة الأولى ولكن أعداد الوفيات قليلة، هو يرجع إلى الاستعداد الكبير في المستشفيات هنا بالتحديد في المملكة المتحدة باستقبال بالنظام الصحي المتخذ والتدابير الصحية المتخذة لعلاج المصابين بفيروس كورونا. ولكن مع وصول أو بلوغ الحد الأقصى في المستشفيات وقرب اقتراب المستشفيات من الحد الأقصى لاستيعاب الإصابات، قررت الحكومة اتخاذ هذه الخطوة التي أزعجت كثير من رواد الأعمال هنا في المملكة المتحدة، خصوصا أحمد فئة أصحاب المطاعم والمقاهي الذين تضرروا بالفعل من الموجة الأولى. بموجة الإغلاق كان الإغلاق مدة 4 أشهر كان قاسيا عليهم في هذه الفترة، الفترة التي كانت تعتبر موسم لهم، موسم سياحي، موسم للبيع والشراء في هذه الشهور. ولكن الحكومة عندما قررت هذا الإغلاق أرادت أن تحافظ على الجزء المتبقي في هذه الفترة، وهي فترة أعياد رأس السنة التي ربما تخسر المملكة المتحدة كثير من في القطاع السياحي وقطاع السياحة حتى السياحة الداخلية. لذلك الحكومة تحاول أن تستغل هذا الشهر منذ شهر نوفمبر حتى بدايات شهر ديسمبر في معرفة وتحجيم تفشي فيروس كورونا. طبعا الدراسة كانت هناك دراسة أحمد في جامعة إمبريال خرجت منذ يومين وهي تتحدث أن أعداد الإصابات تتضاعف كل 9 أيام حتى كدنا أن نصل مع نهاية نوفمبر أو منتصف نوفمبر إلى 100,000 إصابة في اليوم، وهذا الأمر طبعا يكون من الصعب جدا على المستشفيات هنا في المملكة المتحدة اتخاذ التدابير الصحية لاستيعاب هذا القدر الكبير من الإصابات يوميا. ولكن مع الجهة الأخرى الحكومة تحاول تمديد المساعدات الاجتماعية والمساعدات المادية للموظفين وللشركات الصغيرة ولفئة المطاعم التي هي كما قلنا أكثر تضررا من هذه خصوصا في الموجة الثانية. شكرا. كثير طبعا المطاعم أغلقت أبوابها بسبب الضرر الذي حدث في الموجة الأولى، ومع دعم الحكومة الكبير لها إلا أنها أغلقت أبوابها في النهاية. لذلك الحكومة تخشى أن يغلق أو أصحاب المطاعم أبوابهم بسبب الخسائر الكبيرة التي يتكبدها القطاع السياحي بشكل كبير مع الإغلاق العام في هذه الأثناء. ولكن الحكومة أحمد دعني أختم بهذه النقطة، الحكومة أكدت بشكل كبير على ضرورة إبقاء المدارس والجامعات مفتوحة لأنهم يراهنون على مستقبل الأجيال التي تخشى الحكومة أن تتضرر أكثر مع إغلاق المدارس والجامعات. لذلك الحكومة
ستتخذ إجراءات أكثر تشددًا داخل الجامعات والمدارس، مع عدم طبعًا إغلاقها وإبقائها مفتوحة لإبقاء التعليم متاح للجميع في المملكة المتحدة، وهذا ما تراهن عليه الحكومة في الوقت الحالي. أشكرك شكرا جزيلا زميلي إسلام البغدادي مراسل الجزيرة مباشر، كنت معي مباشرة من لندن. شكرا جزيلا إسلام. ومن لندن سنذهب سريعا إلى إسبانيا، حيث ندد رئيس الوزراء الإسباني بسلسلة الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف في مدن عدة بأنحاء البلاد ضد القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا بعد بدء سريان حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر. وكانت عدة مدن في أنحاء إسبانيا قد شهدت اشتباكات بين السلطات ومحتجين على القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا. وتجددت التظاهرات العنيفة في برشلونة والتي اندلعت عقب مظاهرة ضد حظر التجوال في المدينة. وتقول الشرطة الإسبانية إنها أوقفت العشرات من المخالفين أغلبهم من الشباب. وتعد إسبانيا من الدول الأوروبية الأكثر تضررا من فيروس كورونا. وإلى روما، حيث خرجت التظاهرات احتجاجا على الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الإيطالية لاحتواء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. وألقى المتظاهرون الزجاجات والحجارة على رجال الأمن خلال الاشتباكات التي وقعت بين الجانبين. ومن روما ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب الصحفي سمير القريوتي، والذي سيلخص لنا المشهد في إيطاليا وفي روما فيما يخص انتشار الفيروس والاحتجاجات. كيف كانت سيد سمير؟ نعم، اليوم 709,335 إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة، ارتفعت في آخر 24 ساعة أي مساء اليوم إلى 29,907 إصابات جديدة بمعدل زيادة 4.4%. لكن هنا عمليات المسح الطبي أنف حنجرة اليوم التي جرت اليوم، لأننا في عطلة نهاية الأسبوع، بلغت فقط 183,457 عملية مسح طبي، أي أقل ب 32,429 عملية مسح يوم أمس السبت. وهذا ما يفسر قلة الإصابات التي كانت بالأمس 31,758. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، مكونين رئيسيين لابد من الانتباه لهما في أي إحصائية أو حصيلة، هي عدد المرضى نزلاء المستشفى اليوم. 18,902 نزيل مستشفى للعلاج بمرض كوفيد 19 بزيادة 936 مريضا. وعدد الموجودين في العناية الفائقة، وهذا هو المكون الأهم على الإطلاق عند حساب الأضرار وعند حساب الخسائر وعند حساب المحظورات بالنسبة للمستقبل، اليوم يوجد 1939 مريض في العناية المركزة، زائد 96 مريض بنسبة زيادة 5.2%. كم سرير عناية فائقة يوجد في إيطاليا جاهزة للعمل وللتفعيل؟ 8,939 سرير، منها حاليا اليوم 1,736 سرير مشغول، أي محجوز بنسب منخفضة، وهذا يطمئن. لكن تحذيرات اللجنة العلمية أنه إذا جاء الأسبوع القادم أو خلال 10 أيام وارتفع رقم نزلاء العناية الفائقة إلى أكثر من 2500 نزيل، فمعنى ذلك أن الإغلاق التام هو الحل الوحيد. الحكومة سوف تتجنب قدر الإمكان الإغلاق التام. اجتماع مجلس الوزراء اليوم واجتماع رئيس الحكومة مع حكام مع رؤساء الأحزاب الائتلاف هو من أجل إصدار مرسوم غدا يقضي بإجراءات مشددة جديدة، بالإضافة لإغلاق المطاعم وصالات العرض والسينما والمسرح، بحيث يكون حسب الإصابات. هناك تفكير بقطع الاتصالات أو الزيارات بين الأقاليم، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إغلاق المجمعات التجارية في عطلة نهاية الأسبوع حتى لا نصل إلى الإغلاق التام. ولكن هناك 4 أقاليم وهي لومبردية
ويعني ميلانو وبيومونت ويعني تورينو وفينيتو وتعني فينيسيا وما حولها وكامبانيا وهي نابولي، وفي الجنوب هي أقاليم خطر أكبر ممكن أن تعلم فيها مناطق حمراء للإغلاق بحسب الإصابات. من ناحية التظاهرات الاحتجاجية، وزارة الداخلية تسيطر على الموقف، تصد بعنف وتصد بحزم أكثر من العنف هذه المظاهرات، لأنها تخترق من الفئات التي تطالب بمساعدات اجتماعية، تخترق من قبل عناصر من اليمين المتشدد والمتطرف والذي يحكم في بعض أقاليم البلد وفي معظم أقاليم البلد يحكم اليمين، ولكن المنظمات المتطرفة تساهم وأيضا بعض منظمات اليسار. الوضع ما زال تحت السيطرة، ولكن إلى متى؟ هذا هو السؤال الكبير الذي يجب على رئيس الوزراء أن يجيب عليه غدا حينما يصدر مرسوما باسم رئيس الوزراء جديد لمكافحة هذا الوباء أو الموجة الثانية الحاصلة بالفعل من وفاة كورونا أو كوفيد-19. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي سمير القريوتي على كل هذه المعلومات، كنت معي عبر سكايب من روما، أشكرك شكرا جزيلا. وعودة لضيفي في الاستوديو دكتور ياسر الديب، في نقطة حضرتك ألمحت ليها، الأعداد تتزايد، الوفيات تتراجع، بعيدا عن التجهيزات، هل نحن أمام أو إزاء نسخة من كورونا هي أقل قوة من النسخة الأولى أم هذا غير مرجح؟ يعني عدة عوامل. أولا المناعة أفضل. لاحظ أن الفيروسات اللي كان بقالها فترات طويلة ابتدينا الأرض كلها ابتدت تاخد مناعة، فواضح أن الفيروس ده ابتدت الناس تاخد مناعة. ده العمل الأول. العمل الثاني سرعة التقصي من الدول. الدول غير لما تجيلك كده زي ما قلنا الموجة الأولى دي كأنها موجة، كانت زي الكف اللي جانا، فكان سريع. المرة دي استعدوا بطريقة أفضل وتقصوا، والتقصي معناته سرعة، وإحنا كمان بيعالج المريض وبقسوة أقل، يعني بيكون المريض أقل صعوبة في العلاج. وتلاتة أدوية أكتر موجودة في الماركت في السوق خلت العلاج أفضل. نحن في بلادنا الآن في الدول العربية نستعد للموجة الثانية دكتور كما هو الحال في أوروبا؟ نستعد ولكن بعض الدول تراخت شوية، لكن هي في 3-4 دول اللي دلوقتي فيهم المشكلة أكتر زي ما قلنا المرة اللي فاتت، أكثرهم هي المغرب، الأرقام فوق 3000، والأردن برضو زادت، ولكن الخليج مستقر ومعظم الدول مستقرة، ليبيا ممكن تكون، تونس، فدي الدول اللي شوية عايزة تكون أكثر استعدادا إن شاء الله. في 30 ثانية هم قالوا لي الوقت انتهى، لكن في 30 ثانية نصائحك للمشاهدين ماذا تقول حتى نستعد؟ يعني أولا ألا نستقي، يعني جزء كبير من الناس اللي بتعترض دي بتاخد المعلومات من الميديا والواتساب، خد معلوماتك من الهيئات الحكومية الرسمية وامشي مع القوانين، القوانين الكويسة السليمة، حتى لو قال في منع حركة نسمع الكلام ونفضل على غسل الأيدي ولبس الماسكات ونحطاط، واللي عنده مرض يقعد في البيت أو يروح للدكتور. عفى الله الجميع، عفنا وإياكم دكتور. آمين. بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسر الديب استشاري الأمراض المعدية رئيس قسم مكافحة العدوى بمستشفى الخور القطري، شكرا جزيلا لك دكتور.